تعالوا اوريكم ازاي نعمل احلى سولتد كراميل في البيت. انا بقالي فتره كبيره بشتري من بره من اماكن كتير، مش بيعجبني خالص بجد، سعره عالي قوي. جربته في البيت وطلع احلى منهم مليون مره. هنحط معلقتين سكر كبار في بان، انا غيرت البان بس عشان استخدم واحده فاتحه شويه عشان اوريكم اللون. اول ما السكر بيتكرمل كده بنزل عليه ميه، نص كوبايه ميه تقريبا مع معلقتين السكر، وكده كده هيدوب ما تقلقوش. حتى لو حسيت ان هو اتكتل اول ما حطيته الميه شويه وهيدوب عادي. بعد كده رش رشه ملح واقفله النار، هسيبه بقى لحد ما يهدى شويه. استخدمت كوب كده بلاستيك عشان احس ان هو ايه، كاني جايباه من بره يعني، وهاتوها من اي محل حواليكوا بيبيع عصاير او قهوه او اي حاجه. حطيت السيرب تحت، ممكن نحط كارميل صوص بس انا يعني قلت السيرب كفايه. وبعدين حطيت عليه اللبن، وبعدين حطيت دبل شوت اسبريسو. ممكن تستخدموا قهوة سريعة الذوبان أو أي قهوة عندكم. ممكن بقى في المرحلة دي نحط كريمة حلويات أو كريمة طبخ، حوالي مثلا معلقتين كبار أو حاجة، بجد هيزود يعني هيزود الطعم قوي، أو هتحسوا ان هو طعمه غني كده وخطير. بس أنا كنتش عايزة كالوريز أكتر، فايه اكتفيت باللبن والسيرب، طعمه تحفة. جربوه ان شاء الله يعجبكم. وبس كده، باي باي.